الله الرحمن الرحيم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، صدق الله العلي العظيم. الثورة هي أهدافها واضحة لكل، لأن هناك عملية سياسية انبنت على أسس خاطئة. هاي العملية السياسية انبنت على المحاصصة، انبنت على التوافقات، انبنت على الطائفية، انبنت على الفساد. فهذه الثورة هي تغيير واقع هذه العملية السياسية التي بنيت على هذه الأخطاء. الثورة قادمة إن شاء الله وستستمر الثورة. إحنا أول شيء نقول لا إصلاح لحكومة الكاظمي، لأنه ما دام هناك أحزاب سياسية تعمل خارج نطاق النظام والقانون، وما دام هنالك أحزاب سياسية فاسدة، وما دام هنالك تسويف ومماطلة لحقوق المتظاهرين، فالتصعيد أول شيء إحنا تظاهرنا هي سلمية حضارية، لأن هناك الدستور كفالة، الدستور العراقي، الدساتير العالمية، ميثاقنا المتحدة. فتصعيدنا احنا ما راح يكون انه نقول للقوات الأمنية وقواتنا الشرطة عليكم ان تكونوا سندا للمتظاهرين، وثورتنا اذا لم يستجب لمطالبنا فهناك تصعيد اخر وهناك رأي اخر، وان شاء الله ما توصل انه للتصادم بيننا، ان شاء الله تستجيب لمطالبنا. مطالبنا هي واضحة، اولا انه يجب حل البرلمان، حل البرلمان، حكومة إنقاذ وطني، وتوقيع تعطيل الدستور، العمل بالدستور، ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة، مو انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس النواب، لا، مجلس النواب اليوم انتهى من قاموسنا، لأن مجلس النواب أثبت فشله. فإحنا نطالب بنظام رئاسي جمهوري انتخابي لكل 4 سنوات وعلى شكل هيئة، على شكل دورتين. هذه مطالب الجماهير إن شاء الله، وهي مطالب. تشكيل حكومة رغم عن المتظاهرين اعتبرها حكومة محاصصة واحزاب، اجت عن احزاب وعن محاصصة، يعني شنو هسه غيرونا؟ يلا طيشين غيرونا، جابوا نفسهم تغيرت المناصب بس بنفس الوجوه، شنو يعني؟ عادل عبد المهدي يعني بشرفكم يسافر لفرنسا، كان 800 شيخ، شنو دول ذبان وراحوا انقتلوا؟ لاك محاسبة، لاك محاكمة عليه؟ ليش يعني الله محمد يرضاها؟ يدخل يعني فلوس تقاعد مال العالم ما اعطوهم، هم خطيه يعني ما يقولون اكو عالم قاتل المجاعه. زين عادل عبد المهدي ليش ما حد جاي حاسبه؟ انا دوجه كلام رئيس وزراء اللي شكل عن رجع عن الاحزاب، ليش ما جاي حاسبه؟ يعني ليش ما يطلع الطرف الثالث اللي اشترك بقتل المتظاهرين؟ فاهم؟ ما اعرف هاي الحكومه يعني شنو تاليتها، ما اعرف وياهم. في حال لم تتخذ الخطوات الحكومة وتكون جادة بالتعامل معها، حينئذ سيكون الثوار كلمة أخرى، سنكون قريبا على أبواب الخضراء وسنزلزل عروشهم إن شاء الله في إسقاط النظام الكامل. لم تتم المحاكمة المتظاهرين إلى هذه اللحظة والقتلة بسبب الضغوطات السياسية وضغوطات الأحزاب الموجودة التي تمارس من قبل البعض، وسبب المراعاة الأمريكية الإيرانية التي تسبب من قبل الحكومات.
الحكومة الذي تأتي بمراعاة إيرانية وبقبلات أمريكية وبمحاصصة حزبية لا تمكن أن تنال ثقة الشعب العراقي نهائيا. بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي التي جاءت على أساس المحاصصة أسوة بالحكومات السابقة ورؤساء الوزراء الذين كلفوا مسبقا بتشكيل الحكومة، أيضا بالنسبة للكابينة الوزارية والتي تم التصويت عليها هي أتت وفق المحاصصة الطائفية وعلى نفس النهج الطائفي الذي لم يلبي طموح الشعب العراقي. نقول إلى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عليه أن يتخذ الخطوات السريعة لمساندة الشعب العراقي وخصوصا مطالب المنتفضين والجماهير المنتفضة اللي هي تدل على كشف ملفات الفساد وكذلك ملفات قتلة المتظاهرين، بالإضافة إلى ذلك تشكيل المفوضية المستقلة والذهاب إلى انتخابات مبكرة. هذا ممكن أن يهدئ الوضع، أما إذا بقى الحال كما هو عليه بالنسبة إلى رأي الكتل السياسية المهيمنة منذ 17 عام فهذا لا، ما ممكن أن يلبي طموح الشعب وتبقى الثورة مستمرة لحين تحقيق مطالبها. بسم الله الرحمن الرحيم. تشكلت الحكومة العراقية بتوصية دولية، موافقة مباركة أمريكية ورضا من الجانب الإيراني والمحاصصة المستمرة. لا تمثل الثوار، لا تمثل الشعب العراقي. المطلوب من عندها بغض النظر عن تمثيل أو ما تمثيل، لابد أن تستجيب لما يطلب الشعب العراقي. مطالب المتظاهرين خط أحمر ما ينعبر عليها. بحالة عدم استجابة الحكومة المطالب المتظاهرين راح نتوجه للنضال الثوري وهو إسقاط النظام برمته جملة وتفصيلا. نفس الحكومة هي مشتركة بالقتل بغض النظر عن مسمياتها. الأحزاب مشتركين بالقتل هم ونفسهم بالحكومة، فالقاتل ما يحاكم نفسه ولا يقدم نفسه للعدالة. المطالبة بقتلة المتظاهرين يجب أن يحالوا إلى المحاكم المختصة. اثنين، تعويض ذوي الشهداء اللي موجودين والجرحى والمعاقين اللي موجودين، وضرب الأحزاب الفاسدة، ضرب مصادر الفساد الموجودة باللجان الاقتصادية ومدراء المكاتب
ومحافظي المحافظات اللي موجودة اللي كلها تلتمي للأحزاب الفاسدة. تستمر الخطوات اللي موجودة التصعيدية، وسوف يكون لنا تصعيدي واضح بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا تم إعلان البيان اللي هو بيان ساعة الصفر اليوم 10/5 كما تعهد به الثوار بإطلاق البيان، وهو إقالة الحكومة المحلية برمتها، وكذلك تخويل إدارة الحكومة المحلية من المحافظ يكون من خلال القضاء بإدارة أمور المحافظة. وهذا حاليا المطلب الآن متروك بيد رئاسة الحكومة. في حال عدم الاستجابة إلى هذه المطالب بمعناته أن هناك استخفاف حقيقي بدماء الشهداء، وكذلك بما سيحدث من تبعات لها كبيرة للتصعيد الآخر، والتصعيد الآخر سيكون فيه تحشيد كبير والتوجه إلى الخضراء واقتحامها، وسنكون دروع بشرية للتصدي إلى الرصاص الذي لربما سيطلق من العناصر المسلحة أو المندسة، سواء كانت حكومية أو سواء كانت إلى الفصائل المجرمة التابعة إلى إيران أو لدول أخرى. لذلك سنذهب بأنفسنا، سنكون دروع بشرية للدخول في المقدمة للدخول الخضراء، ويتبعنا الشباب من الشباب الشرفاء والمضحين بأنفسهم للدخول الخضراء إن شاء الله. لماذا لم يحاكم احد قتلة المتظاهرين لهذه اللحظة؟ هي مبينة بعد واضحة، هي حكومة الأحزاب واللي قتلوا ميليشيات الأحزاب، والحكومة الحالية اللي شكلت الجديدة هي من محاصصة الأحزاب، واجت عن رغبتهم هم ومحاصصتهم وانقسامهم هم. احنا بعد ما يحتاج، اولا هي حتى الحكومة اللي تنصبت غير شرعية، واحنا بالنسبة لنا اي حكومة تجي عن محاصصة ومحاصصة من قبل الأحزاب وراضية الأحزاب احنا غير مرتضيين بها ورافضينها جملة وتفصيلة. أما بالنسبة لنا كمتظاهرين مطلبنا واضح، وارتفع سقف مطالبنا، ومو كلام ولقلقة لسان اللي حكيناه وصار لنا 7 أشهر وروح نسد محافظة نسد دائرة، لا هالمرة تختلف، حكينا وننفذ. احنا مطلبنا اسقاط النظام واللوى على دخول الخضراء باقرب وقت ان شاء الله، من بعد ما شكل حكومة محلية مستقلة بعيدة عن الأحزاب ومحاصصة الأحزاب. إلى هيئة القضاء بالتعاون مع القوات الأمنية ولإعلان ذلك ببيان لكل محافظة. ثالثاً الالتزام بخطة وتوقيتاتها. 4 المحافظة على الممتلكات العامة
على من مندسي الأحزاب، على القوات الأمنية البطلة، الحذر من عصابات الأحزاب المفسدة ومكائدهم وتخريبهم، كما ونوصي القوات الأمنية بالتالي، أولا التعاون مع الثوار لما في خير البلد وتحقيق مطالب الشعب، ثانيا اعتقال كل من يقترب من المقرات الأمنية والسجون. باسم رب الشهداء والثائرين، باسم رب الفقراء والمعدومين، يعلن ثوار واسط انطلاق ساعة الصفر الآن الاستمرار بمطالبنا الثورية التي أقرتها الساحات في العراق برفض حكومة الكاظمي وإسقاط النظام والمحاصصة الفاسدة. يا جماهير شعبنا ويا أهالي محافظة واسط، نزف إليكم البشرى، ابتداء من هذا اليوم سقطت الحكومة المحلية في محافظة واسط، حكومة القتل. نزف إليكم البشرى، ابتداء من هذا اليوم سقطت الحكومة المحلية في محافظة واسط، حكومة القتل والفساد واللصوص. سوف ننتر بعد اليوم الوجوه الكالحة البائسة لمحمد جميل المياحي وعادل، وعادل الزرقاني ورشيد البديري بأمر الشعب وباسم الشعب. نحن ممثلون الإرادة الشعبية والشرعية والثورية، نعلن إقالة الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ ونائبيه وكذلك قائم مقامية الأقضية ومدراء النواحي ومدراء الدوائر، ونوكل مهمة إدارة المحافظة إلى القضاء. وجد هو المظلوم للشعب إذا أصر على الاستمرار في مناصبهم، ويمنع كذلك أعضاء مجالس النواب من دخول المحافظة وهم مطلوبين للإرادة الشعبية أينما وجدوا، أو تواجدوا داخل المحافظة، وسيكون لنا معهم حسابا آخر، ولنا موعد لدخول الخضراء، عن قريب إن شاء الله. يا أبناء محافظتنا، إنها ساعة الصفر، إنها مرحلة الحسم الثوري، قرعت أجراس الثورة، فلا تراجع بعد اليوم، والله ولي الثوار ونحن أولياء دماء الشهداء. عاش الشهيد، لبيك يا عراق، لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد. Yeah.
الله الرحمن الرحيم ولينصركم الله فلا غالب لكم. بالنسبة لساحة التظاهرات وأصوات اليوم أعلنت الحكومة المحلية بيد الثوار. بالنسبة للوزراء اللي اختاروهم ورئاسة الوزراء الكابينة الوزارية بأكملها اختارت بدون إرادة الشعب، بدون النظر لمطالب الشعب، بدون إشارة للثوار، بدون نظر لدماء الشهداء، فهذه الحكومة مرفوضة من قبل الشعب وما قابلين عليها. وبالنسبة أن اليوم سقطنا محافظة واسط وراح نقوم بإدارتها وبعدها نتوجه للخضراء لكي نقوم بإدارتها إن شاء الله. طبعاً اليوم الجماهير متجمهرة بمحافظة واسط لانتهاء مهلة واسط وإعلان بيان ساعة الصفر والخطوات التصعيدية. إن لم تستجب الحكومة لمطالبنا سوف تكون لنا وقفة أخرى في منطقة الخضراء ومن ثم دخولها. لأن السبب لم يحاكم لحد الآن قتل الشهداء، لأن هذول عبارة عن أحزاب والحكومة هي أحزاب وعملاء، فشي تسند شي فما راح يحاسبون. فإحنا عندنا خطوات تصعيدية راح نضغط بها على الحكومة حتى يحاسبون قتل الشهداء ونأخذ بحقهم، ما راح نسكت عن حقهم أبد. اليوم مثل ما شاهدنا الجموع الغفيرة من الثوار منذ الصباح الباكر وإلى الحد الآن، والثوار عازمة اليوم الظل لحد ما تتحقق كل المطالب. في حال إذا المطالب اللي شرطتها الساحات ما تم الموافقة عليها راح تكون هنالك خطوة تصعيدية أكبر خلال اليومين المقبلات، وهي أنه بالتنسيق مع ساحات العراق والمحافظات راح تكون إن شاء الله التصعيد على أبواب الخضراء ومن ثم من بغداد الدخول إلى الخضراء وإنهاء حقبة كاملة من الفاسدين. جاي نشاهد الحكومة لا تلتفت للشعب ولا أخذت رأي الشعب بتشكيل الحكومة وداست على كرامة الشعب. فاليوم معنى آخر نطلق أنه أصبحت مسألة كرامة الكاظم وحكومة الكاظم العميلة التابعة للأحزاب بالقتلة، لأن ما يكشفون على القتلة لأن هم القتلة، لأن بيناتهم قاعدين القتلة ما راح يطلعون لا قاتل ولا، لأن مدعومين من الدول اللي إيران وغير إيران كلهم من أيدي وأذرع لهم. إن شاء الله الثوار بالأيام المقبلة راح تنهي الحقبة الكاملة من الفاسدين. لم يحاكم أحد إلى الآن على قتلة المتظاهرين، السبب لأنهم أغلب قتلة المتظاهرين أنه رؤسائهم وتابعين للكتل هم متواجدين بالحكومة هم اللي جاي يديرون البلد، فلذلك أنه ما يقدرون يحاكمون القتلة. يعني يقول لك أنا قاتل واللي وياي قاتل، فواحد ساد للأخ ما يقدرون يحاكمهم. إلى باب المحافظة، يلا توجه باب المحافظة، عندنا بيان باب المحافظة، توجه لا حد يدخل المحافظة جوا من غير ما يعرف، لا تنحرق
لا ماما هذا ما موجود يحكي على ذا فضل وضع. يجيك تعرفه تعرفه.